حب اخواتي وبابايا وكلام امي الكتير بس بطريقه كويسه عن المهنه حببتني فيها اكتر. انا واخواتي مع بابايا شغالين في المهنه بقالنا، بابا اكتر مننا اكيد، بس احنا 15 سنه، بقالنا 15 سنه. لما حد بيديك التعليمات بطريقه لطيفه وسهله بتحبها وبتتعامل معاها وبتتواكب مع الاحداث عادي، فما خفتش منها خالص لان دي حاجه بشوفها من وانا صغيره. احنا بنصحى من الساعه 5 بنروح المزرعه بنحضر العجول، وبعدين بيبقى في ستاب تانيه اللي هو بناخد كل العجول ونوديها المذبح. بعد كده بيجوا هنا يلاقوا كل حاجه جاهزه، الطلبات الكلاينتس العاديه، البوفتيك، الستيك، البرجر، الساسج، كل الحاجات دي لازم يجوا يلاقوني موضباها، لان في زباين مش لازم ياخدوا قطعه لحمه، قطعه لحمه كيلو او 2 كيلو، بيبقوا محتاجين بوفتيك، ستيك، ساسج، برجر، الحاجات السهله. اكتر تقطعات بتكون بيطلبوها الكلاينتس كتير هو الستيك، لازم يكون في كل اوردر من كيلو ل 3 كيلو لا يتراوح عن كده بالظبط. للستيك هي اكتر حاجه بيبقى بيطلبوها الكلاينتس. في العيد بيبقى مختلف عن اي سيزون تاني لان العيد بيبقى فيه كميات اكبر. الاجازه بتاعتنا بتبقى 30 يوم متهيالي او 30 يوم، فالزباين بياخدوا كميات كبيره قوي، فطبعا كل زبون بياخد من 20 ل 30 كيلو، ده مجهود وافورت جامد قوي.